محمد عبد الرحمن يوغه أول رسالة إلى جمهوره بعد جراحة في القلب. أوجه الفنان محمد عبد الرحمن توتا أول رسالة إلى جمهوره عقب خضوعه لعملية جراحية في القلب منذ عدة أيام، منئاً إياهم بمناسبة عيد الأضحى، وحرص على طمأنة الجميع على وضعه الصحي حالياً، كما توجه باعتذار من كل محبيه لصعوبة الرد على رسائلهم. وكتب محمد عبد الرحمن الشهير بتوتا عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر: حابب أشكر كل اللي اطمن وسأل عليا وأنا ما عرفتش أرد عليه. بجد ربنا ما يحرمني من كل الحب اللي حسيته من أول ما تعبت ودعواتكم بتمام الشفاء لي، كل سنة وأنتم طيبين. نقطة. عيد أضحى سعيد عليكم جميعا. وسبق أن طمأنت الفنانة نهال عنبرة جمهور نجم مسرح مصر محمد عبد الرحمن توتا على حالته الصحية، وذلك بعد أن أجريت له عملية قلب مفتوح منذ أيام. وقالت نهال عنبر عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية والمسؤولة عن ملف العلاج: إن الفنان محمد عبد الرحمن أجرى العملية بنجاح ونقل بعدها إلى العناية المركزة لتلقى الرعاية الصحية بعد العملية، ولتحسن حالته الصحية نقل إلى غرفة عادية داخل المستشفى تحت إشراف الأطباء، مؤكدة أنه يتلقى الآن العلاج المناسب قبل موعد خروجه والذي يحدده الأطباء بأنفسهم. كانت شامت عبد الرحمن شقيقة الفنان محمد عبد الرحمن قد كشفت عن إجراء شقيقها عملية قلب مفتوح، حيث نشرت صورة لأخيها على حسابها بموقع الفيسبوك وعلقت عليها: أرجو الدعاء لأخي، ربنا يتم شفاه على خير، بيعمل عملية قلب مفتوح يا رب، يخرج لبيته ولنا بألف سلامة يا رب، دعواتكم بالله عليكم. وكان آخر أعمال محمد عبد الرحمن مسرحية الليلة الكبيرة التي تم عرضها في المملكة العربية السعودية، بطولة نيكول سابا، محمود عبد المغني، محمود الليثي، بدرية طلبة، أمير صلاح الدين، ميرهان حسين، طه الدسوقي، وتأليف وليد يوسف، موسيقى وألحان كريم عرفه، أشعار خالد تاج الدين، إخراج بطول عرفة.